السلام عليكم. الحلقة الأولى من قناة تحاجة، المغاربة والحب. ياك أخي العبداوي، المغاربة والحب. المغاربة والحب، اليوم نهضروا على الحب المغربي البعيد. هو الحب كان هذه شحال، فهمت؟ باش كانت المرأة تتزوج راجل وتيكريو كوزينة وبيت تيسكنو تحت دروج وتيسافرو وكذا. أما الحب دابا ما بقاش كاع. هذاك هو الحب، هذاك هو الحب الحقيقي. تتصبر معاك 1000 فرانك وتتبغيك، دابا ولا تتشرط عليك، تتشرط عليك قبل ما تتزوج. تقول لك خاص تكون عندك كبير، خاص تكون عندك الفلوس، خاص عندك الصالح، خاص تكون عندك الورد، خاص امك تكون ميتة، خاص بوك ما يهدرش، خاص تدفن ما نسكن مع حتى واحد، ما تربيش الكلب. انا نقول لك الحب فوقاش كان. شتي باش كانت غوادالوبي؟ تعقل على غوادالوبي، غوادالوبي وروزاليندا. باش كانت في الدوزيام، زعما الدوزيام كان الحب حقيقي شويه، وكان الخيانه مع الدريه، كان خيانه خفيفه. جات مانار، داروا مانار في الدوزيام، هو يولي الخيانه مع اختك، مع الكلب ديالك، مع جدك. هذه حواخاله، هذه نعست مع عمها، هذه طايحه مع ولدها ووالده معاه. صافي، وتما ما بقى لا حب لا والو. شنو ولا موكا؟ عندك موكا راه تحاب، ما عندكش موكا ما يحبك حتى واحد. ودابا شيباني وتيتزوج مينوره. وهذه هي ما تفهمش ليا، كيفاش دابا راجل كبير تيتزوج بنت باقا عندها 17 عام ولا 18 عام؟ علاش هي تبغى تتزوج بيه؟ وهي علاش عاوتاني باغا تتزوج بيه؟ حاج بوها باغي يبيع، امها باغا تبيع، ضربوا لافير. تقول هذا راه صافي طايب، ما لقاش معاه المشكل. واش ما تلقاش معاه المشكل؟ وفي الليل شكون اللي يحل معاه المشاكل؟ هي تجي عندي، تجي عندك، وهذا هو المشكل الكبير. شنو ولا دابا؟ ولا داك الشيباني ما عمره ما جرب يغتصب شي وحده، تيتزوجها مينوره وتيدير بحال اغتصبها، تيحس بانه بحال افتارسها، فهمت؟ بحال حطيتي شي فريخه وفتارسها شي دوبرمان. تيقول الله انا راه راجل هنايا، هو عمره 70 عام وخيتي 17 عام، تضرب معاه الليله الاولى الثانيه الثالثه، تضرب في الناموسيه، تتبقى يبان ليها ما خدامش ليها كاع، تتصدق، تتمشي تدبر على واحد. هذاك اللي قال فراس الدرب جا هو ما عنده والو، منوض ناضي ما تيطيحش ليه الله. هذاك وهذاك تيولي تيعيش من طرف الزلاط، تيعيش من طرف الشيباني، عنده الشركه تيعطي التيتيزات، التيتيزات تعطي الزلاط، الزلاط الخدام. وباش تفرش من الناس تجي تشوف تي في تيذبحها، لا فرتيكسي تحت المدرة تجي علاش شوف تي في مالو قتلتي خائن؟ انا ما خائن. صبر ديال يعني الخلاصه، راه ما كاين لا حب لا والو، كاين الفلوس وكاين الفلوس وكاين الفلوس، صافي كاين ثلاثه الحوايج، فلوس والفلوس والفلوس. والسبب هو مانار، مانار افلام التركيه المدبلجه. اردوغان خرج عليكم، هو تيصنع وتيصيط لكم انتم الصناعه السينمائيه. الو، يعني اللي ما تتصبرش مع شي واحد راه ما تتحبوش كاع والله. واللي باغيه تفطح تولي اميره، بغات تعيش ماشي في دار امك عايشه، ماشي تخور معاك الراجل في الاخر، طيح في مشاكل ديال منار وخيانه. شفتي اللهم غفرت الحيه والحبيبات والحبيبين، لاسيان القدام اللي كانوا تيتحابوا بيت وكوزينه و1000 فرنك وتيعيشوا وتيساعدوا وتيتقاتلوا. دابا انت ايش؟ ملي كنت كان زائد شويه الزواق راه باش كان هو في كان شخصي انا ما باش تسوق ولا موناليزا راه كانار. ديروا عقلكم، ديروا عقلكم. واش الدراري ما تبقاوش باقي عاد تقلبوا على المينونات اصاحبي، هذوك الكبار الشيبانيين، ما تقلبش على المينونه، قلب على قدك. بس قدك يواتيك، سمعتي ولا نواتي يلاه تهلا ساعه ساعه